متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من الفتوى قضايا الاجرام على قناتكم قضيه اليوم او ام اس تي في. بدايه وقف ديما كنقول لكم عشر مبروكه ورمضان كريم ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش كنتمنوا، والله يبعد علينا وعليكم شر الخلق. هذا الشيء ما نقولوا، والناس اللي عاد تحقوا بنا على قناه قضيه اليوم، هذه القناه هي مخصصه في القصص البوليسيه الواقعيه. حنا كنضطروا باش كنبدلوا الاماكن او الاسماء نظرا للعائلات اللي وقعت عندهم داك الجرائم او كذا او كذا، وانما الجرائم هي واقعيه. هذا الشيء هذا هو المحتوى ديال هذه القناه. هذه ما نطولش لكم متابعينا الكرام وندخلوا معكم افسر قصص او اطوار جريمات اليوم. متابعينا الكرام، القضيه ديال اليوم او الجريمه ديال اليوم دارت الاطوار ديالها سنه 2002 بالاطلس المتوسط. واحد السيد في العمر ديالو داك 40 سنه 42 سنه، هاد السيد هذا هو عاش في الخيريه، ومن بعد صافي طلع له داك الجهد الخيريه في راسو، خرج على برا تيخدم على راسو هنا وهنا وهنا وهنا، لاحظوا الظروف حتى مشى للاطلس المتوسط بلا ما نذكروا البلاصه اللي كان فيها، وانما الاطلس المتوسط. الاطلس المتوسط هو معروف، السلاسل ديال جبال الاطلس المتوسط هي معروفه فين كاينه، منها مجزر كنضر، منها صفرو، منها كذا. على ايه هاد السيد هذا جا لهاد الاطلس المتوسط، سكن تمايا، جا له واحد الدوار عرفوه الناس بانه مقطع كما كنقولوا، ما عنده حباب، ما عنده عائله، ما عنده والو، اندمج وسط منهم، بدا يخدم مع هذا، يعاون هذا في الفلاحه كذا وكذا، وكيدبروا عليه، داروا له واحد المسكن تما بدا تيسكن فيه وتيخدم تيدبر على راسو. هاد السيد هذا كنقولوا حنا طلق عروقه تمايا، السيد واحد 3 سنين حتى هو ولا كيعرف المنطقه، ولا كيعرف هنا، ولا كيعرف هنا، ولا كيعرف اي حاجه في داك الدوار. على ايه في داك الوقيته هاد السيد هذا بقوه الاحتكاك ديالو مع داك السكان وكذا وكذا وكذا، توصل بان داك الناس ديال داك الدوار هما اصلا مترامين على داك الاراضي اللي ساكنين فيها. بمعنى الناس شنو كيديروا، تيجيو لواحد البلاصه حدا كنقولوا حنا مجال غابوي، وتيقطعوا الشجر، اما الشجر ديال التايده اللي كنسميو حنا الصنوبر، التايده هي الصنوبر بشلحه، او الكروج اللي هو البلوط، تيحيدوا داك الشجر وتيغرسوا، كيدخل المجال الغابوي تيطيح الشجر تيستولي داك الارض، كيدور عليه الزر كتولي ديالو، كيبدا يغرس فيها. السيد عرف بان هاد الناس هادو ما عندهم شيء، تا هما بحالهم، تا هما جاوا وصوتنا تما طيحوا الغابه سكنوا في وسط منها. شنو غيدير هاد السيد؟ نهار هو جا لواحد البلاصه تا هو بدا تيطيح في الشجر، بغى يدير تا هو البقعه ديالو تا هو يزرع وكذا وكذا. شي ناس ديال الدوار جاو عنده قالوا له ودي السي فلان، هو كسميتو مصطفى، قالوا له السي مصطفى انت راه ماشي من الدوار، وحنا درنا فيك الخير وجلسناك هنا وكذا وكذا وكذا، وانت جيتي بديتي كدير لنا المشاكل هنا وبغيتي دير الاراضي وكذا. قالوا له اسمع الشرفه، انتوما كلكم في هذا الدوار هذا حتى واحد ما عنده شي ورقه لا شي ارض، انا براسي حتى انا بحالي بحالكم جيت كندبر على راسي، راه جبتوني حتى انا غنجبد عليكم الصداع، وحتى واحد ما يبقى له شي ارض. الناس ديال داك الدوار شنو قالوا؟ هذا غيجبد علينا الصداع، اللهم خليه يدير اللي بغى. ولكن هزوا عليه الشوكه صافي، خرج من داك السكن اللي كان عاطيناه، دار هو واحد البركه ديالو فوز داك الارض، بدا تيغرس، بدا كيخدم على راسو. صافي كاين شي ناس، ماشي الدوار كامل هز عليه الشوكه، وانما كاين واحد الناس كيكونوا تما ما خصهم شي واحد يجيو يدير. على ايه السيد بقى غادي في داك المنوال. واحد الليله جاو عنده شي ناس برا من الدوار، ماشي من داك الناس ديال داك الدوار، جاو عنده السلام عليكم. السلام تا هو فلان، قال لهم انا هو فلان، الارض ديالك هي فلانيه؟ قال لهم سيدي الارض ديالي. مزيان، قال لهم شنو غنقولوا لك؟ داك الارض راه عندك فيها واحد الكنز في البلاصه الفلانيه، راه غنمشيو ونجبدوه، وغنجبدوه نقسموه حنا وياك. هاد الناس هادو كاع ثلاثه بينا، جاو جوج الناس عنده، قالوا حنا بثلاثه بينا غنقسموا داك البركه. قال لهم ما كاين باس، الشرفة الكنز كاين غير في الارض، وانا اش غادي اللي جبدناه نقصبوه، ماشي مشكل. ايوا جلسوا داك الليله تعشاو معاه، السيد ناض حتى للصباح، ما عرفش راسو كاع واش كان ناعس ولا كان فايق ولا كذا ولا كذا، ناض لقى راسو بان غير بوحديتو في الدار، ما كاين حتى واحد، داك الناس ما كاينينش. هاي مشى للارض ديالو، كيلقى الارض ديالو محفوره، واش جبد الكنز ولا جبدو شي حاجه اخرى العلم لله، المهم هو ما عرفش هاي. يا شي وحدين من تما من دوك اللي كانوا شادين معاه الضد مع هاد مصطفى، مشاو على المجدرميه، قالوا سيدي فلان راه عندنا في الدوار، راه جاو شي صحابو بالليل، راه جبدو شي كنز من بلاصه فلانيه وراه مشاو. جاو المجدرميه عند هاد مصطفى، السلام عليكم، السلام، الارض ديالك فلانيه؟ قالوا ميه، قالوا زيد قدامنا. مشى معاهم، قالوا شكون اللي حفر هنا؟ قالوا سيدي ما كنخبي عليكم، جاو عندي شي ناس قالوا لي غنجبدو شي كنز، قلت لهم بسم الله، في الصباح مع شنو داروا لي في الماكله او كذا او كذا، نعست احتفقت في الصباح،
قال له زيد قدامنا. كيمشيو كيحكموا على هذا مصطفى، هذا حكموا عليه ب 8 شهور ديال الحبس. ادوز 8 شهور ديال الحبس، خرج اخرج رجع للدوار ديالو، رجع لذاك الارض ديالو، رجع لذاك البراكه ديالو عادي. السيد بانت لي عاوتاني زيد يوسع الارضيه ديالو، زيد يدي في الغابه. عيط شي دري من الدوار عنده شي بركه ديال الفلوس، خلصهم قال لهم غادي طيحوا معايا الشجر ونقادوا داك نحيدوا منها الحجر وكذا وكذا. جاوا داك الدري ديال الدوار كيقلبوا هنا كيقلبوا هنا، حيدوا هاد الشجر حيدوا هاد الحجر كيساويو معاه الارض. هاد مصطفى هذا وصل لواحد البلاصه فيها واحد الكركور ديال التراب والحجر بحال الشكل ديال ديال الكديه. قال لهم الدراري، قال لهم ودي جيبوا شي بالا وشي فاس نحيدوا هاد الحجر هذا باش نقادوا الارض باش انا غنزرعها وكذا وكذا. الدراري خدامين بالنار ديالهم قالوا له مرحبا، جابوا البالا والفاس. واحد اللحظه هما تيحيدوا داك الكركور ديال التراب ياو نادوك يغوتوا مشاو كيجريو للدوار. اش وقع؟ قال له الارض ديال مصطفى فيها الجوته. اش من جوته؟ فيها الجوته. هذاك مصطفى سمع الدراري يغوتوا مشى داك البلاصه لقى لقى العظام ديال الانسان. اش غيدير هذا السيد هذا؟ اسخف تما هو عاد خارج منتف ما مد في لا بيد ولا برجل، عاوتاني منتف ديال جوته ديال من. ايوا دوك الناس ديال الدوار عارفين اللي عندهم على الحسابات، مشاو عيطوا عيطوا للجدرميه الارض ديال الفلان راه لقاو فيها شي جوته. يا جاو الجدرميه هذه راه جوته، كيلقاو عظام بشريه، كيلقاو بعدا داك مصطفى طايح تما سخفان سخفان فوق داك حدا داك الجوته. نوضوه ما قالوا ما سيدي انا هاد الارض راه ماشي ديالي، انا هاد الارض راه هاد الغابه، انا عيطت للدراري وهاد الناس كاملين في الدوار راه داين ارض الغابه، انا جيت بديت تنطيح حتى انا بغيت ندير شي ارض ديالي اخرج تخرجنا في هاد الجوته هادي. قالوا له ما يمكنش، هذاك النهار انت الكنز جبدوه بحداك، واش عرفنا هادوك الناس جبدوا كنز ولا جبدوا شي جوته اخرى ولا عرفوك كتخبش في هاد الغابه هنايا، عرفوك راه غتوصل شي جوته اخرى حيدوها من تمايا وانت وصلتي لهادي، اذا كاينه شي حاجه كيديو هاد مصطفى. داود مصطفى اعتقلوه على ذمة تحقيق تخبرات النيابة العامة، النيابة العامة عطاتهم كامل الصلاحية باش يبحثوا في هذه الجريمة هذه. هذاك العظام البشرية اللي لقاو في الغابة، هذا السيد هذا في الجمجمة ديالو بين جثة ديال ذكر، خلال الناس ديال التشخيص القضائي والناس ديال مسرح الجريمة وكذا عرفوها بحكم التجربة ديالهم، عرفوها بأن هذيك جثة ديال رجل على أيه. ديك الجثة كانت عندها ضربة على مستوى الرأس، أي الرأس مضروب بحال شي ساطور هابط ليه على الرأس ديالو، جمجمة مقسمة هاد الضربة اللي هي غائرة، وعندو واحد الفك ديال الوجه فيه شي سنة ديال الدب، وفيه واحد داك القطبان اللي تيصوبو تيشدو بهم السنان، واحد السلوكة كيديرهم باش كيشدو بهم السنان اللي طيرالو شي سنة ولا كذا، شادين له الفك بها. هنا رجال الدرك الملكي هزوا هاد العظام البشريه هادي للمختبر باش يعرفوا هاد السيد هذا كيفاش مات وفوقتاش مات وشحال السن ديالو، لان المختبر هو اللي غيعطيهم شكون هو هاد الشخص هذا او فوقتاش مات. هنا رجال الدرك الملكي سولوا داك الناس الدوار، قال لهم ودي واش نتوما في هاد الدوار هذا ما تختفى لكم شي واحد؟ ما عمرو مشى لكم شي واحد غبر من الدوار ما باش؟ داك الناس الدوار قال لهم لا سيدي. سولوا تما داك المقدم ديال الدوار، قالوا له الدوار الفلاني او الدوار الفلاني مشى لهم شي واحد؟ قال لهم لا سيدي ما كاين شي واحد هنا مختفي مده او كذا. هنا رجال الدرك الملكي غيتسناو التقرير ديال هاد الجثه هادي، اي ديال هاد العظام البشريه. جا التقرير ديال هاد العظام البشريه، كما قلنا هي جثه ديال رجل بالعمر ديالو داك 56 سنه 57 سنه. السيد تقتل، هذيك جريمه قتل، اي مضروب في الراس ديالو بشي ساطور كما قلنا. اما ديك القضيه ديال الفك اللي فيها السنه ديال الدبكه، السيد كان ديجا تهرس قبل واحد الوقت وكان صوب الفك ديالو وصوب داك الدرسه ديال الدم وصوب داك السنه وشدها بداك داك السلك ديال النحاس ولا ديال الدب اللي تيديرو على ايين. هنا رجل الدرك الملكي شنو غيديروا؟ غادي يعمم واحد المذكره على مراكز ديال الدرك الملكي وعلى المراكز ديال الشرطه او رجال الامن الوطني باش يشوفوا داك البحث لفائده العائله، شي ناس دايرينهم، لان التقرير عفوا بعدا باش ندير لكم هذه النقطه، داك التقرير اللي جات الجثه بان السيد راه تقتل قبل 8 سنوات 8 سنين هو باش مقتول. هنا تعمدت هذيك المذكره على المصالح ديال الدرك الملكي وعلى المصالح ديال الامن الوطني باش الا كان شي واحد دير مذكره بحث لفائده العائله
في هذه الوقيته هذه يجيبوه يشوفوا. هنا هذا مصطفى هذا صوروا نص الدوار عليه، قالوا لهم هذا السيد هذا اي داك مصطفى مول داك الارض اللي تلقات عنده داك الجوده، قالوا لهم واش هذا السيد هذا فوق تسكن في هذا الدوار؟ وناس الدوار ما كذبوش عليه، قالوا هذا السيد هذا راه ما عنده عائله ما والو، كبر غير في الخيريه وجا سكن تمايا وكذا وكذا. السيد راه عاد شي 3 سنين هذه باجا، والسيد راه عاد بدا كيواطي داك الارض، راه واطى الارض الفلانيه وراه غادي كيواطي داك الارض، هذا غير شي 3 سنين باجا. اذا هذا مصطفى هذا فاش حقوا معاه لقاو ما عنده تايد في هذه القضيه هذه، تلقاو مشى بحالاته السيد ما عنده حتى شي جريمه، تلقاو مشى بحالاته غيبقى كيتبع هذيك القضيه ديال الغابه اللي راه تيدقدق فيها. هنا رجل الدرك الملكي بداو كيجيبوا داك صحاب بحث لفائده العائله، جي نتايا شكون اللي تختفى؟ كان حقها بنتي شحال في عمرها 36 سنه فوقتاش حقها ديشي 3 سنين سير ماشي نتايا، جيبوا الاخر شنو مشى لي انا ولدي في عمره 24 سنه كذا سير ماشي نتايا. حتى واحد المركز ديال الامن الوطني غادي توصل بان واحد السيده ديجا قبل 8 سنين جات دارت واحد بحث لفائده العائله كتبحث على الزوج ديالها، جابوا هاد السيده هادي، السيده تكون في العمر ديال داك 57 سنه، السيده راه طالعه الستينات على عين. سولوها قالوا لها شريفه انت هي كنتي جيتي درتي بحث لفائده العائله الزوج ديالك؟ قالت لهم سيدي بالفعل شحال هذيك؟ قلت لهم شي 8 سنين. الراجل ديالك شنو كان كيدير هو؟ قالت لهم سيدي الراجل ديالي كان في طاليان وقعوا له شي مشاكل تما، قالوا شي مشاكل تما ودابز مع شي واحد وكان ضربو الوجه ديالو وصافي رجع بحالته كنقولوا حنا ريفيجي للبلاد، جا ريفولي للبلاد. قالت لهم سيدي وبقى جالس في البلاد، بقى جالس هنايا خدام على راسو، دار واحد السكن وعنده سكن خور وعنده واحد القهوه، بقى كيخدم على راسو خدام هنا في البلاد ما خاصو خير. وصافي واحد النهار تصبح ما كاينش، بقينا نقلبوا هنا نقلبوا هنا، قلبنا على صحابو قلبنا على كذا ما لقيناهش. جينا درنا بحث لفائدة العائلة لي حدود الآن مازال ما لقيناهش مزيان. هنا سولوا هاد السيدة هادي قالوا لها واش الزوج ديالك كانت عنده شي سنة ديال الذهب؟ قالت لهم سيدي عنده سنة ديال الذهب، الفك ديالو كان مهرس. قالت لهم سيدي بالفعل إثر داك الضربة اللي كان داز في الطريان كان تهرس له الفك ديالو وقاد الفك ديالو وصوب واحد السنة ديال الذهب وشد بالسلك. إذن الجثة هي هاديك، هاد الجثة ديال السيد هي هاديك. وقالوا لها انت يا داك المده ما سولتي ما غادوا سيدي ما سولت ما والو ما سولت شيء، لان السيد كان كيهضر واحد الهضره كيقول له مودي فاش كنرجع للبلاد كيقول له مودي انا غنرجع للطاليان، انا غنرجع للطاليان غنحرق. واحد الصباح ما كاين شيء قلنا صافي يمكن راه حرق، تقطع الحس ديالو يمكن راه حرق يمكن يكون مات في البحر او كذا او كذا، ما ولينا شيء سولنا فيه مزيان. قالوا شريفه المواصفات اللي عطيتينا راه لقينا واحد العظام بشريه ديال واحد الجثه في نفس اللاج ديال الراجل ديالك ونفس المواصفات في البلاصه الفلانيه. السيده نقولوا حنا ما تاثرتش عليه لان صافي مراه كبيره وعاش اللي عاش، نقولوا حنا تفقصات في واحد المده تفقصات. وقالت له هادشي اللي كتب الله، هادشي اللي عطى الله هو هذا. اذن هنا الجثه عرفت ديال من تخداو واحد لاضيين وكذا وكذا، وتوصلوا بان هاد الجثه هي ديال داك السيد، داك السيد سميتو اسماعيل، راجل كبير سميتو اسماعيل، هو ديال داك السيد اسماعيل. هنا غادي يبحثوا، غادي يبحثوا غيبحثوا غيتوصلوا لصحابو، غيتوصلوا شي صحابو كانوا بحثوا معاهم، اي بحثوا معاهم في الاختفاء ديالو داك المحضر ديال 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 البحث لفائده العائله، هما بحثوا معاهم لان كان كيجلس معاهم. جابوا داك الجوج الاشخاص جابوهم سولهم قالوا مودي كتعرفوا فلان؟ قالوا مزيان كنعرفوا فلان. فين كتعرفوا؟ كان صاحبنا وكان كذا وكذا، فوقتاش تختفى هذه واحد المده وراه حنا جيتو سمعتونا وكذا مزيان. قالوا له هاد السيده شنو كان كيدير؟ قال لهم سيدي هاد السيده هذا كان في طاليان وقع له شي مشكل في طاليان وجا لهنايا تحرقوا لي داك الوراق، بقى جالس هنا كل مره تيقول غادي نرجع، كل مره غادي نقول ترجع. حتى لواحد النهار ما صبح شاي، قالوا له شنو كان كيدير هاد السيده؟ قال لهم سيدي ما كاين ما نخبيو عليكم، هاد السيد هذا كانت عنده واحد الدار كيدير فيها القمر، كنمشيو كنقمروا تما عنده كيشد هو كنقولوا حق الشمعه كيكري لنا الدار وحنا تنجلسوا تما تنقمروا، كنا كنجلسوا مده شحال وحنا كنقمروا تمايا هو كياخذ الحق ديالو وحنا جالسين تمايا كان كيوفر لنا لوكال فين نجلسوا نقمروا مزيان. واش غير انتقلوا مسيدي حنا وصحابي وكذا 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 مزيان. الجدرميه قالوا لهاد الجوج هادو قالوا لهم شوفوا داك سي اسماعيل اللي كان صاحبكم اللي كان كيوجد لكم لوكال راه لقيناه مقتول او مدفون في الغابه الفلانيه، راه لقينا غير العظام ديالو. دابا حنا غادي نسولوكم غنسولكم ديك الليله اللي غيصبح مختفي فيها
شكون اللي كان جالس معاكم في داك الدار تكونوا عقلتوا؟ قالوا ما سيدي كنا بخمسة بينا. شكون نتوما؟ قالوا كنت انا وصاحبي وكان السي اسماعيل الله يرحمه، وكان واحد جوج الخوت، واحد جوج الخوت كيجيو كيقمروا معنا حتى هما، هما اللي كانوا داك الليله. مزيان. وقال لهم هاد جوج الخوت في البحث راه ما كاينينش، ما سمعوا لهمش المركز ديال الامن اللي جا كيبحث في هذه القضيه. قال لهم سيدي ما عارفين كلا مراتو ما كتعرفوهمش ولا كذا وكذا. قالوا نتوما كتعرفوهم؟ قالوا سيدي كنعرفوهم. فين ساكنين؟ قالوا سيدي كيسكنوا في البلاصه الفلانيه. فين البلاصه؟ قالوا سيدي البلاصه الفلانيه. مزيان. مشاو رجال الدار كما كيجابوا داك جوج الخوت، لقاوهم كيسكنوا في داك البلاصه اللي تزوجوا كبارين في السن حتى هما. السلام عليكم. السلام. قالوا لهم نتوما كنتو كتقمروا عند فلان في الدار؟ قالوا لا سيدي ما عمرنا قمرنا عند هذا السيد، حنا هي كنقمروا ولكن ما عمرنا قمرنا عند هذا السيد. وقالوا له ما نعلو الشيطان اش غديروا؟ دخلوا داك الجوج، دخلوهم عند هاد الخوت. قالوا لهم هادو واش كانوا كيقمروا معكم؟ قالوا سيدي كانوا كيقمروا معنا في الدار الفلانيه. واجههم قالوا سيدي هما هادو مازالين نفس الوجوه، ما تبدلوش، ما كاينش تغيير بزاف، راه كانوا معنا كنا كنقمروا تمايا. وهاد جوج الخوت كانوا الا ربحوا كيربحوا بجوج، اي كيقمروا بجوج بهم كيتحاماو كما كنقولوا، اللي ربحوا كيربحوا بجوج كيقسموا بيناتهم. وحنا انا وصحابي كان داكشي اللي قمرنا به كل واحد كيربح راسو. مزيان. وقالوا له اسمعوا نتوما كتقولوا ما كتقمروش عند فلان، الناس هما شاهدين كان كيجلسوا معاكم. الناس هاد جوج ديال الخوت طلعوا للسماء. لا سيدي وحنا ما كناش كنقمروا عندهم، وحنا فين ما كان شي تهمه كتلصقوها فينا. رجال الدرك الملكي قالوا هاد جوج الخوت اسمع حنا ما قلنا لكم لا درت ولا فعلت، وانتم بوحديتكم تطيروا من المقله كتقولوا بان كنلصقوا لكم التهم. حنا غير تنسولوكم، السيد لقيناه مقتول في الغابه ومده ديال 8 سنين باش هو في الغابه مدفون، وانتم اخر مره اللي قلتوا كنتوا عنده في الدار، وهاد الناس هما شاهدين فيكم. كيفاش هاد القضيه هادي؟ هادوك جوج ديال الخوت زيرو، هاد زيرو اعتقلوهم طلقوا داك الجوج ديال الصحاب اللي كانوا جابوا المره الاولى كيسمعوا ليه. هادوك جوج الصحاب مشاو للقهوه وبداو كيدوروا في دماغهم. سول صاحبو قال له جي نقول لك الليله اللي غيصبح فيها فلان الله يرحمه مختفي، ديك الليله انت اللي ربحتي. قالوا ما انا اللي ربحت. وكانوا داك جوج الخوت هما اللي خسروا بلا ما راهو، خسروا فلوس ديال الكسيبه اللي غادي يشريو ولا غديها في السوق. قالوا هي بالفعل هادشي اللي وقع. قالوا فلوسي اللي حدود الان مازال ما شديتهم، صبح السيد غابر قلنا يمكن راه يمكن حرق بهم او كذا او كذا. قالوا له هاد القضيه دي ما مفهوماش، داك جوج الخوت كيدخلوا خرجوا في الهضره وراك عارفهم هادوك كانوا حكاره. قالوا شنو غادي دير؟ سير عند رجال الدرك الملكي وقول لهم هاد الهضره. قال له يلا تمشي معايا. قال هو غير سير بوحديتك في الاخر اتفقوا باش يمشيو بجوج. مشاو عند رجال الدرك الملكي قال لهم سيدي بغينا نقولوا واحد القضيه. قال له شنو هي؟ قال له سيدي ديك الليله اللي كنا كنقمروا خمسه بينا، اي مول الدار وانا وصاحبي وداك جوج الخوت. قال له سيدي انا اللي ربحت داك الليله، وحنا كندير لنا سي اسماعيل الله يرحمه واحد القضيه اللي ربح ما يديش فلوس داك الليله، كيديهم حتى لغد ليه في الصباح، لان كان وقعوا له شي مشاكل شي نهار، شي واحد ربح وخرجوا برا بداو تيدابزوا على داك الفلوس، واتفقوا باش الا بقى اللي بغى يقمر الفلوس يبقاو حتى الصباح، ويجي داك الشخص بوحديتو ياخذ فلوسه حتى الصباح، ما يدي حتى شي حاجه في الصباح، كياخذ داك الباي ديالو اللي عنده وتيعطي الحق ديالو. قال له سيدي داك الليله انا اللي ربحت داك جوج الخوت، ربحتهم في شي مبلغ ديال شي جوج المليون، وداك جوج الخوت بقاو كيقمروا ودخلوا فلوس السلعه، اي هما كيديروا داكشي ديال السواق كيبيعوا يشريوا في الخرفان والكسيبه وكذا، وهما يخسروا بداو كيزيدوا غيزيدوا واحد شويه صافي خسروا. بقيت انا فلوسي حتى الصباح باش نجي نديهم، الصباح كنجي ندقوا السيد ما كاينش، حنا مشينا كنسولوا عليه في الدار وجات مراته كتقلب معنا وكذا. كانت هذه معلومه مهمه. قالوا لهم صافي مزيان هذه معلومه مهمه، سجلوها رجال الدرك الملكي. مشاو جابوا داك الخوت قالوا لهم سمع شريف انتوما هما المتهمين الرئيسيين في هذه القضيه هذه، وانتوما فكرتكم العجيره دابا غتقروا لنا بالخاطر، قروا لنا ما تقروا لنا شي شغلكم هذا، قدامكم على رقبتكم انتوما تعرفوا هذوك جوج الخوت ناس كبار في السن، لان الجريمه وقعت هما راه كانت في عمر ديالهم واحد العمر، فاش دازت هذه المده هذه راه الناس كبروا، راه عندهم الاولاد والولاد راه قرابين يتزوجوا. هاد جوج ديال الخوت ما كان في السبيل ديالهم الا غادي يعترفوا. قالوا سيدي اللي عطى الله عطاه، حنا ما سمعناش غتوصلوا لينا، ولكن ملي وصلتوا لينا حنا غادي غنقروا. قالوا لهم مزيان دابا قروا لنا شنو كاين، كيفاش وقعت هذه الجريمه. قالوا سيدي حنا كنا كنقمروا عند سي اسماعيل الله يرحمه، وداك الليله حنا كنا جالسين عنده وانا وخاي، بقينا كنقمروا خسرنا الفلوس اللي عندنا ديال الربح،
دخلنا في راس المال. انا جريت خيل الطرف قلت له شوف عندنا جوج الخطات غنلعبوا بالفلوس ديال السلعه، ربحنا هي هذيك تبارك الله، ما ربحناش كاينه خطه جوج غادي ننتقلوا ليها انا وياك. خاي كان كيسمع لي قال لي صافي مرحبا، بدينا تندخلوا فلوس السلعه، ادخل فلوس السلعه، ادخل فلوس السلعه، حتى ما بقى والو كلشي دقدقناه صافي خرجنا مشينا بحالاتنا. حنا عارفين هاد السي اسماعيل الله يرحمه الفلوس كيبقاو عنده حتى الصباح كيجي كيديهم مولاهم، حنا شنو غنديروا؟ مشينا بحالاتنا خطينا واحد نص ساعه ورجعنا عنده دقينا عليه السي اسماعيل الله يعطيك السر، حنا نسينا واحد الشنطه، وحنا ديك الشنطه بالعاني خليناها تما، واحد الصاك خلينا تما. السيد فتح لينا الباب دخلنا موراه، كان خاي عنده الساطور كهبط عليه للراس، هبط عليه للراس طاح في الارض، تاكدنا بان قتلو. شنو غندير؟ مشى خاي جاب واحد البيكوب كنهزو فيها كسيبه، انا قبضتو درتو في واحد الملايه ولويتو ومسح داك الدم تما بصفه نهائيه، ودرناه في البيكوب وديناه للغابه دفناه. دفناه تمايا، حنا ما سحبناش غتوصلوا غيوصلوا ليه، حتى جيتو عندها دابا قلتو لنا بان راه لقيتوه في الغابه. مزيان كانت هذه الاعترافات ديال هاد جوج الخوت المجرمين، غيتقدموا العداله وغيتحكموا بالعقوبه ديال 25 سنه من السجن النافذ بتهمه القتل العمد مع سبق الاصرار وتصار الصوت. متابعينا الكرام، شنو المغزى من هذه القصه؟ هذه المغزى من هذه القصه هذه بان طريق القمر راها طريق الافلاس، طريق اللي كتدي للجريمه كما هاد جوج الخوت قالوا كيقمروا، عطاهم شويه داك القمر بداو كيقمروا واحد اللحظه داروا فايت ارتكبوا جريمه قتل. كاين ناس ضيعوا عليهم هذا القمر، هذا شفت بزاف العائلات ودمر بزاف العائلات، كاين اللي موظف حتى يخسر فلوسه في 3 ايام الاولى، كاين اللي عنده الفلوس صحيحه ضيعها في القمر ورجع تيسعى، كاين بزاف ديال النماذج خرج عليهم القمر. لهذا متابعينا الكرام اللي في هذا البلد ديال القمر غير يحاول يبعد منها، راها هي اللي حرم الله في القران كاع، الميسر راه شي حاجه اللي قبيحه كاع، كتدمر عائلات دمرات اسر بزاف ديال الناس اللي خرجوا عليه اللي خرج عليهم القمر. متابعينا الكرام اللي كيعرف شي واحد كيقمر او هذا يحاول ينهي على هذه القضيه هذه، واخا راه هذا القمر هذا راه بليه قبيحه، راه بليه اللي اكثر من الشراب، اكثر من بزاف ديال الحوايج، كيقول غدا ربح غدا غربح غدا غربح حتى كيلقى راسو ولا غدا ربح ولا حتى حاجه ما هذا الشيء هذا. لهذا متابعينا الكرام القضيه ديال اليوم او القصه ديال اليوم الناس ياخذوها عبره، الناس اللي كيقمروا او هذا ياخذوها عبره ويبعدوا على هذه الطريقه هذه، لان راه ما كتبقى عندك لا قيمه لا في المجتمع ولا مع اولادك ولا مع حتى شي حاجه، كتخسر فلوسك كتولي انسان منبوذ في المجتمع بسبب هذا القمر هذا. كما كنقولوا متابعينا الكرام في اخر كل حلقه، الله يبعد علينا وعليكم شر الخلق، الله يبعد علينا وعليكم هذه البليات اللي ما صالحينش، بليات اللي الله يسر لا يبلي بهم شي واحد، لان البليات الطريقه هذه البليه هذه كتديني شي جريمه او كتدي بك الافلاس. الى هنا متابعينا الكرام كتنتهي الحلقه، الى عجبكم المحتوى بارطاجوه مع الاصدقاء ديالكم وكثروا لنا من اللايك والتعليق باش نواصلوا في نشر هذا المحتوى هذا، ودمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.